إنها حرب، حرب لا رحمة فيها ولا عطف، فكل من الطرفين سيظهر قوته على الآخر ولو بالكلام. الجيش الروسي يهين الأسرى الأوكرانيين لديه، والأوكراني يعيد الفعل ذاته بأبشع الطرق. فما الذي يفعله الجيش الأوكراني مع الأسرى الروس، وكيف يستغلهم للنجاح في الحرب؟ الجيش الأوكراني لبوتين: أنتم جيش صراصير. الحرب الروسية الأوكرانية على وشك أن تكمل شهرا كاملا، شهرا من الصراع والقتلى والتهجير للمدنيين. أوكرانيا أعلنت حظر التجوال الكامل، والرئيس الأوكراني قد صرح بأن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل. كيف لا وكل من الجيشين يجرم بحق الآخر بأبشع الطرق الحربية. التطورات الحربية: أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية فرض حظر تجوال كامل اعتبارا من 23 من شهر آذار وحتى أجل غير مسمى، وعلى الرغم من الإنذار الأخير الذي وجهته وزارة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا من أجل الاستسلام الأوكراني في مدينة ماريوبول، وطالبت برد مكتوب على إنذارها من أجل حماية السكان والبنية التحتية للمدينة، إلا أن الدفاع الأوكراني لا زال صامدا وعلى استعداد للدفاع ضد الهجمات الروسية. وقالت إيرينا فيريتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. وأضافت أنه تم إبلاغ ذلك للجانب الروسي، ما يعني بأن الطرفين سيدخلان معركة ماريوبول من أوسع أبوابها. وبحسب زعيم الانفصاليين في دوينيتسك، يقول إن قواته ستحتاج إلى أسبوع على الأقل للسيطرة على ماريوبول. وفي اليوم 26 للحرب، جددت المدفعية الأوكرانية قصفها لمناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو بلدة بروسيبل جنوب شرق بروفاري. وهذه المرة وبعد الكثير من الرجاء الذي قدمه الرئيس الأوكراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن واشنطن سترسل لأوكرانيا معدات دفاع جوي سوفيتية الصنع حصلت عليها سرا منذ عقود، ما يكون له تأثير كبير على مجرى الحرب، فالروسيون سيتعرضون للهجمات بالأسلحة التي صنعوها بأيديهم. وقد طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الأوروبيين بإغلاق جميع المطارات والمنافذ في وجه روسيا حتى توقف هجومها على البلاد، كما طالب ألمانيا بالضغط على أوروبا للدفاع عن أوكرانيا، محذرا الأوروبيين من أن الصواريخ الروسية ستصل إلى برلين. وعلى الجانب الآخر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الشركات الأمريكية للاستعداد وتعزيز دفاعاتها السبرانية جيدا وحماية بياناتها، مؤكدا أنه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القيام بنشاط إلكتروني ضد بلاده. كما حذر وزير الدفاع الأمريكي من خطورة التهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب على أوكرانيا، مؤكدا أن أي استخدام للسلاح الكيميائي من قبل روسيا سيواجه برد فعل كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة. وبهذا تكون أمريكا وجميع دول الحلف يتخذون جميع دروعهم تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من أنهم ليسوا على أرض المعركة ولا يتأثرون بالحرب. فماذا عن الجيشين اللذان يقاتلان منذ 4 أسابيع في الحرب؟ أسرى تائبون. قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن السلطات الأوكرانية قدمت عدة مرات منذ بداية الغزو الروسي للصحافة أسرى وتائبين من الجنود الروس، مستغلة إياهم بمهارة في حرب المعلومات لتعبئة سكانها والدفاع عن روايتها. كما وقد قال جندي في غرفة وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، تم تقديمه بصفته مقدما في الفوج 47 من القوات الجوية الروسية. قال إنه كان مسؤولا عن تدمير البنية التحتية العسكرية قبل أن يأتيه الأمر بإطلاق النار على أهداف مدنية. كما وقال: لقد كان أمرا إجراميا لكنني نفذته، كنت ضعيفا، أدرك أن هذه جريمة وحشية وأعتذر لأوكرانيا.
ونبهت الصحيفة إلى أن هذه السلسلة من تصريحات تجريم الذات إذا صح أن لها مصداقية باعتبار أوجه القصور التي أبداها الجيش الروسي منذ بداية الغزو مبنية على دعاية يمكن أن تشكل انتهاكا لقوانين الحرب التي تنص في مختلف اتفاقيات جنيف على منع عرض أسرى الحرب، وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي تنص على أنه يجب حماية الأشخاص الذين يتمتعون بصفة أسرى الحرب من سوء المعاملة ومن فضول الجمهور وفقا لبنودها. إلا أن أوكرانيا لم تعطي بالا لهذه المادة، وعلى العكس تماما فقد استشهدت بقائد شاب آخر والذي قال بأنه طيار في سلاح الجو البحري الروسي. اسحبوا القوات، أوقفوا هذا الغزو، لا أرى هنا معاديا لروسيا ولا فاشيين ولا نازيين جدد. وهذه التصريحات يستغلها الأوكرانيون للقتال بقوة على جبهة المعلومات، بحيث يضغطون على الجيش الروسي ويدفعونه إلى الاستسلام. فهل من الممكن تصديق هذه التصريحات أم أنها مجرد خدعة حرب أوكرانية؟ الجيش الأوكراني يرتكب الجرائم الإنسانية بحق الروس. أوكرانيا لم تتوقف عند حد إصدار تصريحات عن الجنود الروس الأسرى، وإنها هي ترتكب الجرائم الإنسانية في حقهم، حيث قال مدير مستشفى ميداني متنقل في شرق أوكرانيا وهو على مكالمة مع قناة أوكرانيا 24 بأنه يأمر أطباءه بإخصاء الجنود الروس المأسورين. وعلى الرغم من أن جينادي دروزينكو قد أكد أنه كان دوما يرى الإنسان المصاب حتى لو كان عدوا على أنه مريض، إلا أنه قال الأمر مختلف مع الأسرى الروس، وأصدرت أوامر صارمة للغاية بخصي جميع الرجال الروس الأسرى لأنهم صراصير وليسوا بشرا. كما وقال سيتذكر أولئك الذين يأتون إلى هنا كابوسهم على الأراضي الأوكرانية مثل الألمان الذين يتذكرون حتى الآن موقعة ستالينغراد. كما دعا إلى ممارسة العنف ضد الجنود الأسرى من القوات المسلحة الروسية على الهواء مباشرة عبر قناة تلفزيونية أوكرانية، وقال أعطي هذه التعليمات لأطباء المستشفيات المتنقلة. وبعد هذا التصريح أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى نحو 15,000 خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني أوردته وكالة أنباء حول خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية. وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل نحو 15,000 جندي روسي، وأسقط 97 طائرة و 121 مروحية، فضلا عن تدمير نحو 500 دبابة و 1500 مدرعة.